سؤال بيتكرر كتير، انهي اسهل، امتحان بي تي اي ولا امتحان الايلتس؟ خلينا اقول في الاول ان محتاجين نسال سؤال قبل ده، وهو انهي امتحان انسب او ده المطلوب ومناسب للي انا مقدم عليه، سواء هجره او دراسه او البلد اللي انا رايحها. دي حاجات مهمه لازم نعرفها في الاول عشان نعرف احنا مطلوب مننا نمتحن ايه. بعد كده لو الاثنين متاحين لينا الامتحانين نقدر نمتحنهم، نختار ايه؟ ممكن هنا اقول لكم ان الاسهل I think in my opinion وآراء ناس تانية خدت الامتحان إن PTE أسهل من امتحان الآيلتس، سواء PTE كور أو PTE أكاديميك. ليه بنقول كده؟ خلينا نقول إن في عدة أسباب، منها واحد امتحان PTE أقصر من امتحان الآيلتس، اتنين الطريقة اللي معمول بها امتحان أو الأسئلة بتاعت امتحان PTE أسهل كتير من الطريقة اللي معمول بها أسئلة الآيلتس. الآيلتس بركز على سكيل واحدة، أربعة سكشنز، كل سكشن بيفوكس على سكيل وبالتالي بيكون وقت أطول وبياخد تركيز أكتر منك ومجهود شوية. ناحية تانية امتحان الـ PTE بيعمل integrated skills questions، بيختبر كذا سكيل أو كذا سكيل في نفس السؤال، وأحيانا طبعا في نفس السكشن. على سبيل المثال لو هنبدأ بأول part بيكون speaking and writing، أسئلة الـ speaking و writing مع بعض، ومع ذلك هو بيمتحن برضو reading في الجزء ده و listening. ازاي؟ خلينا نشوف امثلة. في السؤال الاول مثلا في الـ PTE بيكون read aloud، بيجيب لك text وبيقول لك اقرأ التكست اللي انت شايفه ده. ده كده بيتست reading and speaking at the same time، مع ان السؤال ده موجود في section 1 which is speaking and writing. ايه كمان يخلي امتحان الـ PTE اسهل في من ناحية الاسئلة بتاعته؟ حاجة زي امتحان زي سؤال او زي الرايتنج، سكيل الرايتنج بيكون الاسئلة فيها ان انت بتكتب اساي او ايميل على حسب بي تي اكاديميك او بي تي اي كور، بيكون في سامرايز ريتن تكست، بيجيب لك تكست وتبدأ انت تكتب سامري في حوالي 50 كلمة او 57 كلمة على حسب الليمت امتحان بي تي اي اكاديميك او بي تي اي كور. حاجة كمان listen and write، writing from dictation، بتبدأ تسمع، وده موجود في listening section، بتسمع وتكتب اللي انت سمعته. في اسئلة كمان اسهل للwriting بتجيب منها سكور كويس، في section reading والlistening، ان انت بيبقى عندك reading text وفي شوية gaps، بيديك 4 options بتختار انهي كلمة to fill the gap here، ايه الكلمة المناسبة. السؤال ده درجته بتصب فيه درجة الـ reading ودرجة الـ writing as well. Listening and writing بيبقى فيه سؤال انت بتسمع وبتقرأ الـ script وفي كلمات ناقصة في التكست اللي انت بتسمعه، اكتب الكلمات اللي ناقصة دي. ده برضو بالدرجة بتاعته بتصب في section listening وsection writing، فتعرف تجيب درجات في كذا section وانت بتحل اي سؤال، على اقل two sections مع بعض او هو section او two sections بتعرف تجيب فيهم الدرجات وانت بتحل سؤال واحد، وده بيعلي من فرص ان انت تجيب اعلى في السكيلز بتاعتك، مش كلها محصورة في سؤالين تجاوبهم وده السكيل بتاعتك. كمان اسئلة امتحان PTE بتبقى حياتية شوية، حاجات تعرف يعني بتحصل معاك in real life، سمعت محاضرة وبتلخصها لحد summarize spoken text، حد قال حاجة فأنت محتاج تقولها لحد تاني listen and repeat the sentence you heard. فالأسئلة بتاعته بتبقى practical and life situational أكتر، وده بيخلي التريننج عليها more practical. وما بقولش إن الآيلتس مش كويس أو مش حلو، بالعكس الآيلتس امتحان عظيم جدا، it's been in the market for years and years، ومطلوب تقريبا في كل في كل البلدان، ولكن احنا هنا السؤال بيقول ايه اسهل اقدر اجيب فيه سكور بطريقة اسهل شوية. ده بريف شوية عن سؤال ايه اسهل، PTE ولا الايلتس. لو عندكم اي اسئلة تانية بخصوص PTE IELTS OET TOEIC what else TOEFL let me know in the comments، ابدأ ارد على اسئلتكم، وبالتوفيق إن شاء الله لأي حد مسافر سواء هجرة أو دراسة وشغل كمان، ونشوفكم في فيديو تاني.